خليل هكا تونس خليل عقيد في الدوار ينسينا الملف مش بشيء ولا تبرمش في العالم ما مش مهمها ولا حاجة سبا هاي بونشور اسخي ينسلك مع اسحابك يولين مهمش ودي خباتي على ولا شو جينا الموضوع نجم نحكي في حدش يحكينا شو جينا الموضوع يولين استنوني في القهوة تو نجي ونحكي لكم الموضوع اوكي اوكي شيء في العالم الذي يا خول يا خول تيمشي يا خول تيمشي الزح فما شنية شنية الحكاية نهار كامل هكيمة رجني شفهم جابك ربي اليوم عنا مشروع عنا رخصة استثنائية وأمورنا القانونية كلها من يقلة كل عادة تكذب يا ودي ناقص من الكذب يا بنتي والله كيما نحكي معاك من الكارون تويتر اليوم مشيت وخذيت التيم هم برجولية التيم صعيبة عليا وبرجولية نحبك تعاوني فيها من الاخ انا وياك نتعاونوا ما انت متوقع لي انا وياك نجم نتعاونوا في حكايه يا ولدي برش باشي حزنه بنتي اقسم بالله كيما نحكي معاك اسمعني تو نمشيو للقهوه هاكم الاولاد يستناو فينا غادي ليك بتكني كل شيء حاضر نبداو نخدموا على روحنا على السيناريو وغدوه الصباح نتوكل اش كيما عملناه وشاركنا جايب لي كان نتاع صوف فاش تحكي حتى كادراج ما فماش جاب لي كاميرا ما غير كارت ميموار نورمال يا بنتي والله الامور منظمه عم سناويش اشوف على عينيك اللي هو ظاهر على عيني راه ظاهر هيا مان عاد هيا عاد مان خذ بخاطري ميسالش مرة ذي خذ بخاطري ومشي معاي هاي متعملش كيما لي كاستينج اللي تزني ليهم اللي مشيت وساعتين واربع سوية ومبعد نصيخ في تواليس يا بابا كيما حتى انت سامحني شهيد وممثلة وي 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 ومبعد لا تحكي فرغة برجولية هيا اسمعني نمشي ونبدلوا الجو هاي نمشي وبعض الأولين ونكتبوا سيناريو ونتوكلوا على رأي اليوم انا شمس خطر عندي عربون برجولية مش نمشي عندي سهري اما اسمعني نوعدك نكمل الفجر طول نجيك ما نروحش حتى للدار امان تعمل ايش بي والله الفجر نجيك خول نكلمك في الصباح والله الفجر نكمل واضح. عربون ونجيك والله ان شاء الله اي تقابلوا باي باي خول الوليد لازم نكلم الوليد اسمعني اليوم ما نجموش نتقابلوا راه اي خاطر خوله باش تجي تخدم معانا في الجروب باش تعاوننا في الحكايه وهي ما تنجمش اليوم خاطر عندها عربون تخدم دونك غدوه الفجر بقدره ربي نتقابلوا الصباح الكلنا في قهوه العاده واضح نعمل عليكم اوكي ليكيب الكل بالماتريال اوكي ميرسي بوكو الوليد صافا الامور بريقله واضحه عندكم شوفوا تفهمتوا على الفكره تاول الولاد تهنئوا وبالنسبه للفكره موجود اللي هاي نحكيو على الواقع التونسي اللي صاير في البلاد فساد بطاله فقر ميزيريا الحرقة لازمنا نحكيو على الحرقة لازمنا نطرقوا المواضيع كمان هك مش نحاولوا نعالجوا بربي مرة في حياتك فهمني شبيك كبي يا أخي وتلحق للمشاكل هذي ما يجيش هكاية والفكرة اللي كانت تقبل تخيز أوريجينال تخيز أوريجينال تخيز أوريجينال نحسك مش تحكينا على لوريال باسكو فالي بيان والكوكا كولا وزغا اما نحبوا فيلم يحكي على وجيعه على حكايه مزيانه ما مش هو حرقه مانيش في بلاتو نتاع التلفزه فوالا بديت تعجبني انا نحب نتطرق للمواضيع اللي فيها عمق عمق انا العبد ذا ما نخدمش معاه مال ابراهيم الطيب مال فاطمه سعيدان بالله نورمال انت يا بنتي اقعد ينهار على عمار اقعد ينهار انت علاقه انت
انا نجم راسي هاي يسيب لحس هاي يسيب لحس هاي يسيب وعسينا خلاص نبدأ نخدم على الروح واضح سيمونير جورني ترميني يوهي هاكو كملنا الفيلم اتعبنا مرضنا جوعنا المفيد في الاخر كملنا الفيلم باختلافنا نختلفوا لكن نجموا نتعايشوا